اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين، حيا الله اهل بلاد الرافدين الى هذا العدد الجديد من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. في هذا العدد نذهب الى العراق، حيث شاعر عراقي كتب بمداد الجرح والدمع اشواقه الحره الى العراق الذي يبقى حاضرا في قلبه اينما ذهب وحيثما ارتحل. بالاصاله عنكم او بالاصاله عني وبالنيابه عنكم اعزائنا المشاهدين، اسمحوا لي ان ارحب بضيفي هنا في الاستوديو بالشاعر احمد النعيمي من العراق. اهلا وسهلا بك استاذ احمد. حياك الله استاذ مصطفى، يا مرحبا بك، يا مرحبا بك، الله يحييك، يا مرحبا. الشعر هم ام الشعر يعني مغنم؟ ايهما اقرب لنفس احمد النعيمي؟ هل هو هم ونقمه ام مغنم ونعمه؟ الحقيقه اولا اشكرك على هذه الاستضافه الكريمه ولقناتكم الموقره. الشعر ممكن ان يكون هما وممكن أن يكون نقمة أحياناً، لكنه في الغالب هم كبير، لأن الشاعر لابد أن يكون لسان حال قومه وأبناء جلدته، يتحدث بهمومهم وآلامهم وأتراحهم وأفراحهم. لذلك فهو هم ثقيل وفي نفس الوقت أمانة ثقيلة على الشاعر أن يؤديها وأن يعطيها حقها كما هي. هذا ما يراه كثير من الشعراء. نذهب إلى أحمد النعيمي، ما الذي تعنيه القصيدة؟ ما الذي يعنيه الشعر لك بصراحة؟ القصيدة كأنها كائن حي، كأنها ولادة جديدة حقيقة، والشاعر يعاني كثيرا لتخرج القصيدة بآلامها وربما بأفراحها وربما بمشاعرها المتضادة. أحيانا القصيدة تحتوي على الفرح والألم، وأحيانا تتحدث عن الألم فحسب، وأحيانا تتحدث عن الفرح فحسب. لكن المعادلة الصعبة كيف يمازج الشاعر أو كيف يوازن الشاعر بين الآلام وبين الأفراح في ذات الوقت، يعطي أملا للسامع والقارئ والمتلقي، وفي نفس الوقت يتحدث عن همومه التي تجول في صدره. معادلة صعبة، لكن الشاعر كلف بهذه المهمة وعليه أن يسير في طريقه. يحب الشاعر أن يستنبط قراءه ميوله و النماذج الأدبية التي يفضلها، الأحزان، الأطراح، الأفراح، الأساليب التي يكتب بها، لكن إذا أردنا أن نسأل أحمد النعيمي، أين تجد نفسك حينما تكتب؟ في الحزن، في الفرح، في الأمل، في الألم، أم في غير ذلك؟ بصراحة لا أخفيك سرا، أهرب من الحزن وخاصة الرثاء بالنسبة لي، ولكن الحزن يلاحقنا دوما، خاصة نحن في العراق والبلدان العربية الأخرى المنكوبة، مجبولون عليه، مجبولون على ذلك. لذلك لا مفر من الحزن، مهما حاولنا مهما كبرنا سيكون الحزن رفيقنا، لكن هذا لا يعني أننا لا نفتح بابا للفرح وللأمل. لذلك فعندما نكتب الحزن يكون على مداد القلم حتما. دعنا الآن نفتح باب القصيد في بداية أو استهلالية، وقصيدتك الأولى تفضل، ما القصيدة التي ستستفتح بها؟ الحقيقة سأستفتح هذا اللقاء الجميل بقصيدة للعراق. تفضل. قصيدة بعنوان زئير الأسد. بما بين جنبي كل قافية قصد، بما بين جنبي كل قافية قصد، وما بين جنبي كل مخمصة حقد، وما بين أطراف العوالي وممسك زمام المنايا ضامرات الحشا، جرد أدك الردى حتى كأن الردى عمن، وأجتاح صيحات العوادي وأشتد أخوض الليالي مظلمات وبينها فياف قفار خافيات، إذا تبدو إذا لم يكن إلا إلى الذل مسلك، وإلا إلى درب الردى لم يكن بدوا، فكل اختيار غير قصد الردى رد، وكل افتقاد غير فقد الخنا فقد. الله الله. فمن صولة عزم، ومن راية يد، ومن مطمح مجد، ومن فيصل حد، ومن أصيد بأس، ومن شامخ علن، ومن لفظة معنى، ومن عاشق وجد، تلفت حولي لا أرى غير غادر، جموع تراءت في المدى وأنا فرد، تلفت حولي لا أرى غير غادر، جموع تراءت في المدى وأنا فرد، وما ضرني أني بساح وحيدها، وجمع المنايا حول أرجائها حشد، فيا للأسى حالي غدا حال يوسف، ببيداء يرمى كي تناهشه الربد.
فيا للأسى حالي غدا حال يوسف ببيداء يرمى كي تناهشه الربد فيا للأسى حالي غدا حال يوسف ببيداء يرمى كي تناهشه الربد فما الأرض يا وعد الأسى أرض مطمع ولكنها أرض الرسالات يا وعد إلى 7000 سنين تقدمت خطايا التي قد خطها الأب والجد فلولاي لم تعرف لأرض حضارة ولولاي لم يعرف لمقدمها مهد فلولاي لم تعرف لأرض حضارة ولولاي لم يعرف لمقدمها مهد هذا المهد الذي تسعى إلى تكريسه وتأريخه في قصيدتك ما الذي تريد للقارئ أن يفهمه فيعمله من وراء هذه القراءة؟ نريد أن نبين أن هذا البلد العريق الذي علم العالم القراءة والكتابة الذي علم العالم الحضارة وانبثقت منه أولى الحضارات في العالم أنه لا بد يوما أن يعود إلى سابق عهده إلى مجده وحضارته مهما تقادمت عليه عصور الدمار والخراب ومهما تكالبت عليه المصائب لا بد يوما أن يعود أفضل مما كان بإذن الله هذا ربما ما أردت أن أوصله للقارئ أو ربما ما يتحدث به الضمير أو العقل الباطن لكل عراقي ولكل عربي طبعا لأن الأمة العربية جسد واحد ما يمر به العراق وفلسطين وسوريا كلها تمر بنفس الأزمة ونفس الألم حقيقة متى سينتهي هذا الألم؟ الحقيقة كلنا أمل أنه سينتهي يوما ما كيف؟ لكننا لا نعلم هل سنرى ذلك بأم أعيننا أم أن الأجيال القادمة سترى ذلك لكن عموما نحن نكتب وإن كان الأجيال القادمة إن شاء الله حتى لا نضيع الأمانة حتى الأجيال القادمة التي ستأتي من بعدنا على الأقل ترى في كتاباتنا ما عانيناه من آلام ومن أحزان هل الشاعر يتكئ على دمعته؟ أحيانا الدمعة تتكئ على الشاعر وأحيانا يتكئ عليها وهذه مصيبة الشاعر حقيقة أحيانا الشاعر يهرب من الدمعة هربا لكنها تلاحقه فيوثقها شعرا بالحبر طبعا هذه مصيبة الشاعر التي قد لا يشعر بها الآخرون لأنه يرى ما لا يراه الآخرون حين نتحدث عن العراق في تجربة أحمد النعيمي الشاعر العراق هذا الحزن الممتد هذا الوجع الذي لا يزال قائما على امتداد الخريطة العراقية الواحدة ألا ترى أن هذا الحزن أحيانا يحثك ويصقلك كشاعر بحيث أنه يصهرك فيصنع منك موهبة وكثيرين من شعراء العراق بالمناسبة صقلهم العراق نيران وجه العراق أظهرت معدنهم الصقيل الجميل صدقت ولذلك قالوا أن الإنسان يظهر معدنه الحقيقي عند النواجع والأحزان والظروف الصعبة الحزن يصقل الإنسان يخرج مواجعه بل ويخرج إبداعاته أحيانا التي ربما لم يكن قد اكتشفها في فرحه فيكتشفها في حزنه ولذلك ترى كثيرا من الشعراء أبدعوا في فترات المصائب والأحزان والألام التي مر بها العراق هل لأنهم غاضبون؟ قد يكونوا غاضبين وقد يكونوا أكثر حزنا من غضبهم أساسا يعني الحزن أحيانا يغلب حتى الغضب ألا يمكن أن يكون أحدهما نتيجة للآخر الغضب نتيجة للحزن أو العكس لا الحزن نتيجة للغضب يمكن أن يكون كلاهما صحيح نعم يمكن أن يكون كلاهما صحيح حقيقة لكن الحزن هو الغالب وكلاهما يحفزان الشاعر على الكتابة لا شك الغضب يحفزك على الكتابة والحزن كذلك إلى عزف الدموع الآن يا عازف الدمع هذه القصيدة حقيقة كتبتها على صورة صغيرة لطفل عازف كان يعزف ويبكي فأتت كما هي تفضل لك أن تمسك بالأوراق أثناء إلقائها لك ذلك تفضل حفظك الله أخي العزيز يا عازف الدمع رتل الحزن منكتمي واتل المقامات من كرد ومن عجمي حلو أوتيت ما نطقت بالصمت من مقل ما ليس من أحد يؤتاه بالكلم من أن كفك ما قد حاز من سقم من أن صدرك ما قد ضم من ألم لما تحدر در العين في عجل كالنجم لون وجه الليل في الظلم آليت دمعك إلا غيث هاطلة قد سال بعضك فوق البعض كالديم قد سال بعضك فوق البعض كالديم جميل إذ تهمل الدمع
مشفوعاً بأغنية من حيث وجدك مذبوحاً على وضمي إيها لصبرك والصيحات صامتة والدمع منسكب غيثاً على علمي عيناك شاعر قوم عازفاً فمه عذب الشوارد في عذب من الحكم إيها وآلتك الصماء صامتة إيها وآلتك الصماء مسرجة والنفس في قلق والقلب في سقم يا من تلوم ذوي الأحزان تعذلهم في الدمع أدمعهم ممزوجة بدمي الله ما كان عذلك مشفوعا بمعذرة فاعذل علانية بل زد به ولمي يا من أعد ما كان عذلك مشفوعا بمعذرة يا من تلوم ذوي الأحزان تعذلهم في الدمع أدمعهم ممزوجة بدمي الله الله ما كان عذلك مشفوعا بمعذرة فاعذل علانية بل زد به ولمي فاعذل علانية بل زد به ولمي فالنصح أطيب ما في القول من كلم والعذل أسوأ ما في المرء من شيم والعزف أبلغ ما في الصم من لغة والدمع أبلغ ما في الصمت من كلم والعزف أبلغ ما في الصم من لغة والدمع أبلغ ما في الصمت من كلم رنم فديتك ما في القلب من ألم واعزف فديتك جيرانا بذي سلمي لا ليس أبلغ من حزن لا ليس أبلغ من دمع على حزن إن كان دمعك هطالا على شممي لا ليس أبلغ من دمع على حزن إن كان دمعك هطالا على شممي إذ أن لحنك مكتوبا على ورق من أن حزنك مسكوبا على قلمي لو كان أرذل ما في نعمة شره فالدمع أجود ما في الفقر من كرم آه والله اعزف فديتك والأيام عازفة بجرحنا وجراح الأمس لم تنمي اعزف ثمالة ما في الجوف من فرح وامزجه في سقم بالدمع في نغمي ما المهملين دموع السعد في دعة كالذارفين دموع الوجد في حرمي النازفين على بخل دموعهم الضاحكين على جود بلا ندمي لما تناسل فيك الحزن وانقطعت أنسال سعدك في نسج من العتم لم يبق تحتك نحو الجود من سبل يحملن روحك في صحو وفي حلمي غير الدموع حسيرات حملنك إذ لم يبق تحتك من ساق على قدمي الله. فالجود بالدمع عند الباخلين به في حالك الأمر مثل الجود من عدم فالجود بالدمع عند الباخلين به في حالك الأمر مثل الجود من عدم إذ ماء عينك عند الحزن من لهب إذ ماء كفك عند الجود من شبمي دمع بأرفع ما في النفس من خلق جود بأطيب ما في الجود من طعمي اعزف ودونك هذا الحزن كم عزفت في جوف جرحك أتراح بذي صرمي لو كان حسبك منك الدمع عن نغم تكفيه عيناه عن أذنيه ذو صمد آه والله لو كان حسبك منك الدمع عن نغم تكفيه عيناه عن أذنيه ذو صممي أو كان في حكم ظلم عليك إذن لم يبق من حكم ينصفك من حكم لم يبق من حكم ينصفك من حكم لا على تاريخ ينصف هذه الأحزان فتنقلب أفراحا كما يتمنى شاعرها وكاتبها ذاهبا كالبرق قصيدة لشاعر سوداني اسمه محمد عبد الباري ربما تعرفه نعم نستمع ونشاهده وهو يلقيها الآن أنا وأنت رفقة السادة المشاهدين ما رأيك؟ بكل سرور يا ريت مشاهدين الكرام نخرج الآن إلى قصيدة للوطن هذه الفقرة الاعتيادية في حلقات بيت القصيد نتابع هذه القصيدة للشاعر السوداني المتميز محمد عبد الباري ومن ثم نعود لاستكمال حلقتنا ابقوا معنا لا بد للنار ألا تنتهي أبدا لا بد للنار
ألا تنتهي أبدا ليستطيع الدخان المحض أن يعدا. هي المتاهة ساعات معلقة تدق، لن تجد الأشياء لن تجد. يا أول الحب والأسماء ساخنة، لكل سهم وإن شق الرياح مدى. من حيثما هبت الأصوات تخبرني أني سأذهب في كل الجهات سدى. أرتاب في ثقة الأنهار حين أرى ما حل بالماء في العاصي وفي بردة. ولست أطرق أبواب الضباب، فما يزال ينحل في الأعلى كمن عقد. ولا أبايع ما في الشمس من وهج، لأنني كلما بايعته بردا. يا بنت عينين من مس ومن تعب، لولاهما ما تمشى في الزجاج ندى. لقد شددت إلى طور النساء دمي، وما وجدت على نيرانهن هدى. وكدت أن أخسر الليل الأخير، وقد تأخرت فضة العشاق والشهداء. حتى طرقتك باسم البحر واقفة، تمشطين على أمواجي الزبدة. روحا تربين في صمتي ملائكة، ولا تكفين عن ترويعهم جسدا. أجل شربتك، لكني على قلق ألا أظل بهذا النبع متحدة. أحبك الآن، لكن من سيصلبني حتى أحبك يا كل النساء غدا. أحبك الآن، لكن من سيصلبني حتى أحبك يا كل النساء غدا. وددت لو سمت الأوقات أنفسها حجارة، لتصير اللحظة الأبدا. أخاف أن تبلغ الأجراس حكمتها، وتستحيل إلى صوت بغير صدى. وأن يطالبني الضوء البعيد بما أخشاه، ألا أرى من دونه أحدا. ما زال يعصر في روحي نبوءته، أن سوف تلمع في التاريخ منفردا. أخاف من خيمة كانت على ثقة من نفسها، حد أن لم تحتج الوتدا. أهلاً وسهلاً بكم مجدداً مشاهدينا الكرام، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم ضيف حلقة هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، الشاعر العراقي أحمد النعيمي. حياك الله. رأيك في قصيدة ذهباً كالبرق لمحمد عبد البري التي شاهدناها واستمعنا إليها قبل قليل؟ الحقيقة نوجه تحية لزميلنا الشاعر العزيز، قصيدة جميلة فيها عذوبة حقيقةً، عرج على بعض المفردات الحداثوية كما تسمى، لكنه لم يخرج عن النسق ما يعرف بالكلاسيكي كما يطلقون عليه. يعني كلاسيكية حديثة، حافظ لغة على كلاسيكية ذلك. نعم. حديثة برأي المتواضع حافظ على ذلك، وهذا شيء يحسب له حقيقة. نعم، ونريد الشيء الذي يحسب لأحمد النعيمي وقصيدة وجالسة على أمل. تفضل. الحقيقة لا بد للغزل من حضور في الشعر حتى لا نكون في حالة من الروتين، حتى لا تتيبس الأرواح. كما قلت، كما تفضلت. تفضل. وجالسة على أمل يطوق عرشها القلق، على موج من الأوهام حول حياضها الغرق، على بحر من الألوان شبه مياهه المرق. على بحر من الألوان شبه مياهه المرق، تربعوا فوق موجته وليس بشاسع طرق، كأن همومها جمعت لمن جاءوا ومن سبقوا، ومن قربوا ومن بعدوا، ومن غدروا ومن وثقوا، مكملة مشعشعة مكملة مشعشعة وشبه بياضها الورق. فأخرس حسنها الشعراء عن قول فما نطقوا. الله. فأخرس حسنها الشعراء عن قول فما نطقوا. ترتل بوح صامتة بصمت ما له سبق، وتعزف لحن غائمة بعزف حفه الودق. فلا الشعراء قد قدروا على وصف ولا اتفقوا، فما نطقوا وما سطروا وما شقوا وما رتقوا، كمثل سراب بادية تزاور حوله الأفق. الله الله.
فدونك من حشايا دم، ودونك من فمي رمق، أبنت الجن من ورد خلقت وضوعك العبق. جميل، هذه يعني مقطوعة بسيطة. أحمد، قد يقول لك قائل أو ناقد، لماذا قلت فأخرس حسنها الشعراء؟ يعني الشاعر يواصل صدحه ولا يصمت ولا يمكن له أن يخرس، ربما لو استخدمت مثلا مفردة مثل فأذهل، فأدهش حسنها الشعراء، فأذهل حسنها الشعراء، لماذا اخترت هذا التعبير فأخرس حسنها الشعراء؟ في غاية الذكاء حقيقة. الحسن أحيانا يخرس الشاعر، بل يلجمه تماما عن القول، وهو ما أريد قوله أن حسنها فاق كل الوصف، هذا ما أردت أن أوصله للقارئ. يعني لو قلت فأدهش حسنها الشعراء، قد تكون هناك مساحة من القابلية على الوصف، لكن هنا ليس هناك قدرة على الوصف. هل أنت مع الرأي القائل بأن الناقد هو جلاد الشعراء، أم أنك ترى أن مهمة الناقد تكميلية لمهمة الشاعر؟ مسيرة النقد لابد أن تكون تكميلية لمسيرة الشعر، وفي تاريخنا العربي الشعري العربي نرى أن الفترات أو الفترات التي شهدت زهوا في الشعر العربي كان هناك تألق في النقد. للأسف، وفي هذا في رأيي المتواضع، يعني تفضل، في عصرنا الذي نعيشه الحركة النقدية ضعيفة جدا. وهذا أساء كثيرا. هل فيها نوع من المداهنة أو المجاملة أو نوع من التعامل مع بعض القضايا بشيء من يعني التراخي مثلا؟ هذا للأسف، هل هذا قائم؟ أظنه قائم حاليا للأسف. هناك مجاملات، هناك ضعف في النقد الحقيقي. نريد نقدا بناء لا هداما ولا مجاملا على حساب الحركة، ولا جارحا. ولا جارحا، لا شك في ذلك، أن يكون بناء حياديا، وهذا قليل في زمننا للأسف. دعنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق باللغة والنقد، ونذهب مجددا إلى العراق، هذا الوطن الذي يغلبه الحزن وهو يغلب حزنه ويتكيف مع هذه الأحزان، فهو مجبول عليها كما اتفقنا. صدقت. أرى بين يديك الآن نص حزين، نصا حزينا عن العراق. هذا النص كتبته عن عبارة الموصل، يا الله، التي للأسف يعني غريق. آلمتنا كثيرا كلنا. كلنا. فكتبتها بحزن عميق. تفضل ألقيها. بلى عز في نفس بهول خطابها، بلى عز في نفس بهول خطابها، وقد طار من حزن عليهم صوابها، ورود تريد الماء وردا فغالها، وما غال ظمآنا بيوم سحابها، فضجت به الأرواح هلا سقيتنا، وجئناك والأجساد دام مصابها، بلى عز في غدر عتاب مضيع، وهل نافع من بعد غدر عتابها، تردت به الأقمار صرعى كليمة، ولم يبق في الأجساد إلا سرابها، إذا سألت نفس عن الحال لم تجد، إذا سألت نفس عن الحال لم تجد جوابا سواه الدمع منها جوابها، كأن نفوس الناس في كل حادث إذا حام في حوم عليها غرابها، زكاة وكف الموت منها كريمة، زكاة وكف الموت منها كريمة، وقد دار في حول عليها نصابها، يجود بها للحادثات ينلنها، وقد دق في عظم من الحقد نابها، وما كان عند الموت جود فبخله بأن لا يبالي إن سباها عذابها، ولكنه جود العدا من نفوسنا إذا اشتد في غدر عليها ضرابها، ولكنه جود العدا من نفوسنا إذا اشتد في غدر عليها ضرابها، ولكنه جود العدا من نفوسنا إذا اشتد في غدر عليها ضرابها، محاريبها ناحت على كل غارق تردى ونزت من قباب، محاريبها ناحت على كل غارق تردى ونزت من دماء قبابها، قبابها بلى يا رياح الحزن ضاقت فأحكمت على الدارعين العز منها رحابها، فلا من جحيم النار هند تفلتت
ولا من ظلام الماء فرت ربابها ولا زيد كان منها ولا زيد منها كان منها بمهرب ولا عمرو والأرجاء كل حرابها بلى يا رياح الحزن غابت مراجل وذي أمة مدت لذل رقابها إذا أمة لم يند منها جبينها فقد حق في قول عليها سبابها إذا أمة لم يند منها جبينها فقد حق في قول عليها سبابها بلى تقطر الأكباد من هول ما ترى دماء وهذه الأرض فماتت غضابها على الموصل الحدباء ناحت قلوبنا على الموصل الحدباء ناحت قلوبنا وقد ناح منها صرحها وخرابها أذلت وقد عزت على الذل مشربا وقد ساغ في عز لقوم شرابها ترى حولها الأحزاب من كل وجهة إلى نهبها والتم حشرا ذبابها ترى حولها ناب المنايا مكشر إذا انزاح عنها في نهار نقابها ومن ساسنا قوم إلى كل مطمع لهم أنفس قد سأل منها لعابها فلم يبق منهم في جبين قطيرة تنز ولا في الرأس إلا سرابها إي والله وإن طال ليل الظلم لا بد قادم وإن طال ليل الظلم لا بد قادم نهار به تزدان حتما هضابها ستبنى وليل الظل يمحى وينتخي رجال لهم من كل نفس طلابها بما في ثنايا أهلها من عزيمة وإن فوقهم بالقاصفات صبابها فصبرا أأهل الله إن كل ضنكة ستمحى وإن قد طال دهرا ضبابها فصبرا أأهل الله إن كل ضنكة ستمحى وإن قد طال دهرا ضبابها ويقولون متى هو إنه قادم يا صديق على الخير إن شاء الله. بعد هذه الوجبة الدسمة من الحزن والدمع لابد أن نتوقف عند فاصل قصير بعده نواصل ونستمع إلى المزيد من قصائدك العذبة والجميلة أستاذ أحمد النعيمي الشاعر العراقي حفظك الله. مشاهدينا الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نعود. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا نرحب بكم ولمن التحق بنا في هذه الساعه ضيف هذا العدد من برنامج بيت القصيد الشاعر العراقي احمد النعيمي حياكم الله مره اخرى حياك الله اخي العزيز حياك استاذ احمد قبل الشعر ساطرح عليك خمسه مفردات او خمس كلمات لا اريد معناها الدارج ومدلولها الذي يعرفه القريب والبعيد ولكن اريد معناها الذي يلامس شخصيتك بشكل ذاتي اتفقنا تمام الخطوات الخطوات أفكار مؤجلة أفكار مؤجلة القهوة القهوة رفيقة الصباح ورفيقة السهر كذلك الوجع الوجع رفيقنا الدائم الذي لا يفارقنا حتى الموت الصندوق الصندوق أسرار كل منا في داخله ربما هي أحزانه التي يبوح بها يوما ما يضعه في هذا الصندوق إلى حين المنعطف المنعطف عقبات تمر في طريقنا كثيرا يا صديقي أحيانا نجتازها وأحيانا نتلكأ في ذلك إنها الحياة هكذا هي الحياة قاسية؟ كثيرا قست عليك كثيرا؟ لا شك أنا واحد من هؤلاء قسوت عليها أنت أيضا؟ الحياة تقسو ولا يقسى عليها تقسو ولا يقسى عليها لا شك ربما كانت مظلومة وبعض من فيها هم الذين يقسون على البعض الآخر قد يكون ذلك في ذلك الساسة يقسون على الحياة ليحولونها إلى جحيم على شعوبهم كما فعلوا بنا هل يمكن للجحيم أن يتحول جنة؟ قد يكون كذلك كما العشق يقولون أن العشق نار العشق كأنها
كأنها الجنة أحياناً يراها العاشق هكذا. يعني هذه الحياة التي أصبحت جزءاً من جحيم لا يطاق، هل يمكن يوماً بفعل المخلصين الصالحين الصادقين بنواياهم أن تتحول جنة على الأرض؟ لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، لا شك. الصادقون كثر، ولا بد يوماً أن يكون لهم اليد الطولة في تغيير هذا الوضع القائم. سؤال مفاجئ، حدثنا عن الفلوجة. الفلوجة مدينة التي ولدت فيها، ولد فيها أبي، مسقط رأسي. نعم. مدينة أبائي وأجدادي، حقيقة هذه المدينة في قلبي، وكتبت لها وتألمت من أجلها، أشتاق لها كما يشتاق كثيرون إلى مدنهم وإلى بلدانهم. أتمنى لمدينتي هذه أن تبقى صامدة وأن تبقى واقفة في وجه العاتيات. هل يمكن لإنسان أن يحب مدينة حب عاشق معشوقة؟ هل يمكن أن يبلغ هذه الدرجة من الحب؟ يمكن ذلك، يمكن ذلك. المدينة أحياناً يقف الشاعر لا يستطيع أن يصف ملعب صباه وضحكاته مع أهله وأصدقائه وجيرانه، أفراحه، أتراحه، أوقاته، ساعات، ثوانيه التي قضاها هناك. حتى الثواني أحياناً يستذكرها الإنسان على عجل، يشتاق إليها كل حين حتى ولو كانت مؤلمة. إذن أنت ترى أن الإنسان المشتاق يمكنه أن يبلغ هذه الدرجة من الحب؟ نعم. حب مدينة كما لو أنه حب عاشق. نعم. معشوقة. ونحن نحب جديد قصائدك الآن، ماذا ستقرأ علينا؟ تفضل. قصيدة الماء. ما عنوانها؟ الماء والنار. الماء والنار. نعود إلى الوطن كذلك. تفضل. عدنا إلى الوجع مرة أخرى. محكومون بالوجع. محكومون نحن بذلك، لكننا سنحكم عليه بالنهاية بإذن الله. بإذن الله. وسندلف من باب الحرية إلى الشمس عليه التي نتمناها إن شاء الله. بإذن الله. تفضل. بلى ترتجى في الدهر بيض السوابق. بلى ترتجى في الدهر بيض السوابق، وقد تتقى فيهن سود المزالق. إذا ما يسوس الناس من قد تفرعنوا عليهم، وساد الصمت من كل ناطق، تراهم بلا رأين. إذا حام حولهم خبيث ومد الكف من كل سارق، وما ذنبهم إلا بأن كان أهلهم يسوسون كل الناس مثل البواشق. وما ذنبهم إلا بأن كان أهلهم يسوسون كل الناس مثل البواشق. ولكن دهرا مال لما تكالبت عليهم بهم أهل الشرور البوائق، يفرون حيث النار من كل وجهة إلى حيث ما يلقيه عصف البوارق. فما بين محروق وما بين عالق وما بين مكلوم وما بين غارق، دوي الدروع السود دوى بسمعهم ودوى بها أخرى زعيق الزوارق. حتوف تنال الناس في كل شارع كما قد ينال الشم قصف الطوارق. فمن فر مما في المدى من جهنم ومن نار ما تلقيه صم البنادق، تلقاه سيل الماء من كل معبر ومن فوقه تنهال بيض الصواعق. كأن المدى كل القيامات حشدت علينا به من كل نحس بناعق. كأن المدى كل القيامات حشدت علينا به من كل نحس بناعق. ترى الناس في هول من النار أقبلت إلى سيل موت عارم كالفيالق، فلم يدري من قد فر منهم أقد نجا، وذا حوله الطوفان مثل المناطق. وجوه دهاها الهول حتى كأنها بما لم ير الماضون جيئت بخارق. فلا يرتجى رتق إذا الفتق وسعت أحابيله من أخمص للمفارق. ولا يرتجى رتق وما في رعاتنا من العقل ما قد يبتلى من فوارق. ولا يرتجى رتق وبيت مضيع ولو جيء من كل النواحي براتق. كأن الردى لم يلق في الدهر غيرنا، كأن الردى لم يلق في الدهر غيرنا من الناس طرا بين قال ووامق. ومن ساسه من مثل ما ساسنا إذن سيشوى وإن حيا كشيء نقانق. أشعب الردى إن الحضارات ها هنا لها آية تبدو على كل باسق. فما كان شبه مثلنا في مغارب ولا كان مثل شبهنا في المشارق. فصبرا أهل الله إن كل باطل سيمحى وإن من بعد حين بماحق. فصبرا أهل الله إن كل باطل سيمحى وإن من بعد حين بماحق. وإن من بعد حين بماحق. لا فضى فوق. سلمك الله، سلمك الله أخي الحبيب.
كأن الردى لم يلقى في الأرض غيرنا. كأنه كذلك فعلا، حقا هكذا أراه. متى سيتجاوزنا هذا الردى؟ أما اليوم فقد شمل العالم كله للأسف. نتمنى الشفاء للجميع في هذه المصيبة، مصيبة كورونا. يبدو أنه لا يريد أن يفارق البشرية، لكني في هذه تحدثت عن الموت الذي يدهمنا كل يوم في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن. على ذكر العراق مجددا، والعراق دائما حاضر وأبدا سيظل حاضرا في كل محفل، بما فيها هذه المحافل الأدبية من خلال بيت القصيد في قناة الرافدين. دعنا نتحدث عن العراق، ما الذي يحتاجه هذا البلد حتى ينهض نهضة حقيقية باعتقادك كمواطن عراقي؟ نعم، يحتاج إلى من يخاف الله في الشعب ويتقي الله في الشعب. يحتاج إلى ساسة حكماء عقلاء قادرون على إدارة دفة الحكم، قادرون على إدارة دفة البلد، يحافظون على الناس لا من أجل المحاصصة ولا من أجل الطائفية ولا من أجل المناصب والمخصصات وإلى آخره. لا، نحتاج إلى أناس يحملون إنسانية في داخلهم، يحملون في دواخل نفوسهم ينتمون إلى العراق بكل طوائفه، ينتمون إلى العراق وحضارته بكل طوائفه ومكوناته. هذا ما نحتاجه حقيقة. يعني الشعب لا يريد كثيرا، يريد أناسا يخافون الله فيه. إذا أردنا أن نتحدث عن الثوار المنتفضين، فما الذي يطرأ على بالك من منظورك؟ ما الذي يمكنك أن تقوله؟ ما رسالتك إليهم؟ الحقيقة هؤلاء الشباب المنتفضون الثائرون على هذا الفساد الجاري في العراق، هؤلاء أثبتوا للعالم أنهم قادرون على التغيير مهما كانت الظروف قاسية. والكل يعرف أن ما جرى في العراق لم يكن أمرا سهلا حقيقة، يعني مصائب كثيرة وكوارث كثيرة، حروب وصراعات، لكن من هذا الدمار والخراب خرج هؤلاء الشباب ليقولوا سنتحدى الموت وسنتحدى الصعاب وسنتحدى قسوة الحياة لنغير. إنهم لا يريدون شيئا سوى التغيير نحو الأفضل. لا يريدون الكثير، يريدون فقط أن يغيروا بلدهم نحو الأفضل، يريدون لبلدهم أن يكون بلدا حقيقيا، دولة مؤسسات، دولة تحفظ لهم حقوقهم وتحفظ لهم حياتهم وتحفظ للأجيال القادمة أيضا حقوقهم وحياتهم. هذا ما يريدون. حدثنا عن الأم العراقية في ظل الصعاب التي تمر بها هذه الأم، التي قد تفقد زوجا، قد تفقد أبا، قد تفقد ابنا، قد تفقد أخا، قد تفقد عزيزا. هذه المرأة الصبور التي تشارك الشباب والرجال جنبا إلى جنب هذا الهم، هم التحرر واقتلاع الفاسدين من جذور التربة التي تأباهم وترفضهم، عن المرأة العراقية. والله بمنتهى الصدق، مهما تحدثنا عن المرأة العراقية سنكون مقصرين بحقها حقيقة. شجاعة، صبورة، وفية في كل هذه الظروف، وهي مظلومة، مظلومة اجتماعيا ومظلومة قانونيا ومظلومة حقوقها في كل تفاصيل الحياة حقيقة يعني، ولكنها شجاعة، خرجت مع إخوتها الثوار لتطالب بالحقوق، تشيع ابنها أو أخاها أو زوجها ثم تعود إلى ساحات التظاهر. أي صبر هذا وأي عظمة، والعظمة لله حقيقة. يعني عندما نتحدث عن هذه المرأة والله لا نجد الكلمات التي نعبر عنها بما ينصفها حقيقة. تحية لهذه المرأة ولكل النساء الصابرات في كل البلاد المنكوبة، في كل البلاد العربية. الأم مدرسة، مدرسة حقيقية، خرجت أجيالا تعبت وربت وسهرت، وفي النهاية تشيع ابنها بالزغاريد. تخيل أنها بعد أن ربت هذا الكائن الصغير وحولته إلى رجل تشيعه بالزغاريد، أنه دافع عن حقوقها وحقوق شعبها. أي عظمة هذه؟ الشعب لا يفي حقها حقيقة. هذه المرأة العراقية الصبور التي ستنتزع من بين شدقي الأفاعي حقها وحق أبنائها، أيضا لا تنفصل عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، لا شك، لا شك، والمسجد الأقصى، وهذا الحب المتصل ما بين المرأة العراقية والمرأة الفلسطينية، وكأنها مسيرة واحدة لا تنفصل ولا تقبل التجزئة. من العراق خذنا إلى القدس التي تحب. شعرا. القدس وما أدراك. تفضل. القدس، الحقيقة أن القدس جرح في ضمير كل عربي وكل مسلم وكل إنسان منصف.
أصبحنا نراها في كل ألم. تفضل أستاذ أحمد. إنها النازح في الخيمات قصرا والمعابر، إنها ظل المعابر، إنها صرخات تكبير المنائر، إنها أنفاس طفل مات عند بزيبز المشؤوم غدرا حين لم يفتح له الجلاد أقفال السواتر، إنها أشلاء آلاف قضوا تحت المنازل، إنها الفلوجة العصماء والجسر القديم، إنها موصلنا المخنوقة اليوم بأنواع المخاطر، إنها حمص ودرعى، إنها أنفاس ثائر، إنها صنعاء حيث الموت صائر، إنها دمعات ثكلى أصبحت تبكي عيونا ومحاجر، إنها بغداد والشام وبيروت وصنعاء الحرائر، إنها دمعات ثكلى أصبحت تبكي عيونا ومحاجر، إنها كل الديار المستباحة، إنها وقفة ذل في الحدود العربية، إنها تأشيرة مرفوضة عند المخافر لطريد جاءهم يبحث عن أي ملاذ، ختم الضابط بالمنع جوازه، لا تجادل أنت مرفوض فغادر. يا الله. إنها شهقة موت في المدى في بحر إيجة، إنها شهقة موت في المدى في بحر إيجة، إنها صورة إيلان على الشاطئ لما مجه البحر بعيدا، حيث آلاف بجوف البحر ماتوا وجهوا وجهتهم نحو ملاذ آخر في أرض كافر، قصدوا ترودو وميركل هربا من حاكم في الغي سادر وبزي الدين والإسلام داخر، إنها فوطة أم هرعت تبحث عن زغب الحواصل، عن صغار قتلتهم بدم بارد أنواع القنابل، إنها يشماغ والد قطب الحزن جبينه صار بعد العز في ذل الخيام وعلى الأيام صابر، كل ما سال دماء من شهيد هو قدس، كل دمعات اليتامى هي قدس، كل صرخات الثكالى هي قدس، إنها أنقاض جدران الجوامع، إنها شكوى سجين في بطون الليل من ظلم المحاجر، إنها كل أنين في مشافين العتيدة لصغار هدهم مر الحصار، إنها نعش مسجا لسجين مات ظلما تحت نيران السياط، إنها أشلاء أطفال يتامى أحرقت ضحكتهم نار القذائف كتب الصانع فيها صنعت عند العرب. يا الله. إنها هذه العبارة، إنها أشلاء أطفال يتامى أحرقت ضحكتهم نار القذائف كتب الصانع فيها صنعت عند العرب، إنها ستر بنيات على عهر المعابر يتلفتن يمينا أو شمالا خيفة من غدر غادر، بعتم بغداد والشام وصنعاء وبيروت وتبكون على القدس وما قد كان صائر، ثم يأتي بعد ذاك المشهد المؤلم سائل ويقول أين حكام العرب، أشقيق الأرض لا تسأل عن الحكام قد باعوا الضمائر، أشقيق الأرض لا تسأل عن المحصين دولاراتهم في جيب داعر، وتمثل أيها المخدوع يوما قول شاعر، إن غادر الرأس يوما بعد مخمصة عند النزال فلا تسأل عن القدم، وتمثل قول شاعر، إن غادر الرأس يوما بعد مخمصة عند النزال فلا تسأل عن القدم. يا الله. هذا الوجع الذي أخذتنا وانتقلت بنا على متنه، هذا الوجع من فلسطين إلى مصر إلى صنعاء إلى سوريا إلى عموم جراحات الأمة العربية الواحدة التي لا تقسم ولا تنفصل، للأسف نحن مجبولون على الوحدة بأحزاننا، متى ستتوحد أفراحنا وطموحاتنا وأمالنا وأحلامنا؟ أم أننا مجبولون على الوحدة في الألم فقط؟ حقيقة هذا ما نطمح إليه، ألا نكون موحدين في الألم فحسب وفي الحزن، بل في الأفراح في المسرات، ولكن كما ترى الأمة تعاني من الويلات ومن المصائب، فلعل في الأفق أمل، لعل ذلك. ما الذي ينقص العراق اليوم؟ ينقص العراق حتى يكتمل حلمه ويصبح حقيقة لا خيالا بعيد المدى. حاكم عاقل، حاكم إنسان لما تحمله هذه الكلمة من معنى، إنسان عاقل، هذا ما نحتاجه ليكون العراق كما عهدتموه سابقا، ولكن أنى ذلك في الوقت الحالي. الآن دعنا نتحدث بشكل أكثر واقعية عن الواقع العربي والصعوبة التي يترجمها الشاعر شعرا. أظنك وصفت الواقع بطريقة مختلفة ووصفت الوطن بأسلوب مختلف، خذنا إلى الوطن، كيف تخيلته وكيف قرأته؟
ولعل الواقع يكون أكثر تفاؤلاً مما الحقيقة جاء به شعرك. هذه القصيدة قد يختلف معي بعضهم وهذا طبيعي. الوطنية مفردة جميلة كلنا نعشقها، ولكن كتبتها بطريقة مغايرة وفقا للواقع الموجود في بلدي للأسف. تفضل. الوطنية. قال صديقي الجني يوما: فسر لي معنى الوطنية. في بلد منهوب الجانب تحكمه الديمقراطية، الوطنية الوطنية أن تبكي أمك وتولول واقفة عند الطابور كي تستلم بقايا الجثة، هذا إن بقيت لك جثة. أن يقضي والدك الليل يتضرع لله الواحد كي ترجع للمنزل يوما، الوطنية أن تفقى عينك في حرب بدعاوى الحرب الوطنية. يا الله. كي تبقى في حلك دامس، كي تبقى في حلك دامس وتضاء ملاهي الليلية يرقص فيها كل الليل ردحا أرباب الوطنية. يا الله. من أهل الديمقراطية لكنهم لن ينسوا تضحية كبرى لبقاياك، معزوفة توديع باذخ يتبعها تصفيق حار وخطاب من رأس السلطة: شكرا للتضحية الكبرى، سنلفك بالعلم الأكبر ونشيعك إلى مثواك حيث الجنة والريحان، أما نحن فلدينا أشغال المنصب فتوكل أنت إلى الجنة. يا الله. الوطنية في بلدي شيء آخر، فهي تجارة بالأعضاء الإنسانية، فالكل ينادي يا وطني وتحزم يحمل توثية ليفرهد ما أفتى فيه رأس شياطين البشرية. الوطنية خدمة تجنيد إلزامي، لا بطل فيها بل مجبر، يؤخذ ليساق إلى المذبح، مذبح ساسات الوطنية من صنع الديمقراطية. الوطنية أن تقطع رجلك من لغم، أو تفقى عينك في قصف، أو تقطع كفك من عبوة كي تحكم أحزاب الله، أن تنزف روحك في وطن ليعيش دعاة الوطنية. يا الله. هكذا رأيتها، هكذا رأيتها حقيقة. في الختام كلمة لأجل العراق الذي تحب وأمنيتك من أجله، ماذا عساك قائل؟ كلمة تسجل في التاريخ. أتمنى لبلد العراق ولكل بلداننا المنكوبة المكلومة، أتمنى لها وأتمنى أن أرى هذا الأمل الذي ننشده على أرض الواقع. نتمنى أن لا نرى مواكب الجنائز وهي تتجه إلى المقابر، نتمنى أن نرى الشباب يضحكون ويمرحون ويتزوجون ويفرحون. لا نريد أحزانا، لا نريد آلاما، كفى هذه الأحزان والآلام التي لا تفارقنا. نريد أوطانا مزهرة، نريد أوطانا لا مكفرة، أما آن لنا أن لا نفرح. تتحول إلى مقبرة. عسى أن نفرح يا صديقي، عسى أن نفرح يوم، عسى أن تتحقق هذه النبوءة وهذا الحلم المشروع الله. طبعا لك ولجميع العراقيين ولكل المكلومين على امتداد الخريطة العربية المتألمة الواحدة. أحمد النعيمي شاعر عراقي للأسف مضى الوقت. الله يحفظك. كنا نتمنى أن يطول برفقتك. الله يخليك. ولكن نتمنى من الحياة أن تكون أكثر كرماً بحيث تتسع لاحقاً لمثل هذه اللقاءات الجميلة. حفظك الله. أشكرك أخي الحبيب أستاذ مصطفى، وأشكر قناتكم الموقرة على هذا هذه الاستضافة الكريمة. حقيقة استمتعت معكم في هذه الحلقة الجميلة. أتمنى لك ولهذه القناة الكريمة الموفقية الدائمة. شكراً أستاذ. حفظك الله أخي الحبيب. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.